تحية طيبة من عاصمة القرار. الإدارة الأمريكية تعتبر التغير المناخي تهديداً وجودياً وفرصة اقتصادية في نفس الوقت، وتضعه في صلب السياسة الخارجية الأمريكية. والرئيس بايدن يعقد قمة دولية لقيادة العالم في معركة تخفيض الانبعاثات الحرارية وتوفير الطاقة البديلة. الدول التي ستبادر للاستثمار في شعوبها وفي مستقبل مبني على الطاقات النظيفة ستظفر بأفضل الوظائف في المستقبل، وستجعل من اقتصادها أكثر صموداً وأكثر تنافسية. فلننطلق إذن في هذا السباق. الكونغرس الأمريكي وعلى غرار الأمريكيين منقسم بين جمهوريين وديمقراطيين حول التغير المناخي وسبل معالجته. المناخ يتغير وعلينا أن نتخذ الخطوات لمعالجة ذلك، لكن الجواب ليس في اتفاق باريس، إنه اتفاق يعاقب بصورة خاصة العمال والشركات الأمريكية. وتابعت الصحافة القمة المناخية مؤيدة ومعارضة للخطوات السابقة والقرارات المستقبلية. افتتاحية صحيفة لوس أنجلوس تايمز. تعتبر الصحيفة أن دعم ترامب الكامل للوقود الأحفوري والانسحاب من اتفاق باريس للمناخ حرم أمريكا من 4 سنوات قيمة كان يمكن استغلالها لتغيير مسار الكارثة المناخية التي تلوح في الأفق. وظهر الخلاف في وجهات نظر الأمريكيين على التغير المناخي في تغريدات وتعليقات الخبراء والمسؤولين السابقين. مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السابق: في كل قراراتنا وضعنا في الحسبان أمريكا أولاً. يبدو أن شعار إدارة بايدن هو التغير المناخي أولاً. ليس هذا ما يريده أو يحتاجه الأمريكيون. عاصمة القرار يأخذكم إلى مراكز صناعة القرار في واشنطن لرسم الصورة الكاملة لكم. ضيفة حلقة اليوم سارة فخشوري خبيرة في شؤون الطاقة الدولية، وديفيد كروتزر خبير اقتصادي وبيئي. أهلا بكم مشاهدينا، وأهلا بكما سارة وديفيد. قواعد المناظرة 45 ثانية لكل ضيف للإجابة على السؤال و25 ثانية كحق للرد. وكنا قد طرحنا على صفحتي الحرة وعاصمة القرار على فيسبوك وتويتر السؤال التالي: هل تعتقد أن التغير المناخي يشكل تهديدا وجوديا ويجب معالجته بشكل سريع؟ صوتوا وعلقوا على صفحات الحرة وعاصمة القرار على تويتر وفيسبوك وواتساب، وسنعرض النتائج والتعليقات خلال هذه الحلقة. بداية أبدأ معك سارة، وفي إطار الجواب المفتوح، هل تؤيدين مقاربة إدارة الرئيس بايدن لأزمة التغير المناخي بأنها تهديد وجودي ولكنها في نفس الوقت تشكل فرصة تاريخية لخلق فرص عمل في الولايات المتحدة؟ نعم، أنا أدعم الاعتراف بواقع هو أن التغير المناخي يشكل تهديدا وجوديا لنا، ولكن بعض السياسات ليست ضرورية. أنا أعرف أهمية أمن الطاقة، هو أمر أساسي على أكثر من مستوى، ولكن لا أتفق بالضرورة مع كل السياسات في هذا المجال. أما أن نعترف بخطورة المسألة فنعم. ديفيد، أنا أختلف كلية مع حقيقة أن هذا تهديد وجودي. معظم العلماء بما فيهم المشككين يدركون أن انبعاث ثاني أكسيد الكربون من البشر يضيف إلى الدفيئة، ولكن لو نظرنا على التجارب الماضية والأحوال الجوية، كان هناك طاقم حكومي أشار إلى أنه لا يوجد أي زيادة
في الأعاصير أو الفيضانات. لو نظرت على إدارة المحيطات والأجواء قالت أن هناك انخفاض في عدد الأعاصير البرية. إذن هذا لا يعتبر تهديد وجودي للولايات المتحدة، والدفيئة كانت معتدلة وستستمر كذلك. بعض النماذج تظهر زيادة في درجة الحرارة، ولكن كان هذا مستمرا للثلاثين سنة الماضية. هذا لا يشكل تهديدا وجوديا أو ينهي البشرية. مواقف الإدارة الأمريكية من التغير المناخي، ونعود إلى النقاش. تمثل الانبعاثات الصادرة من أمريكا أقل من 15% من المجموع العالمي. لا يمكن لأي بلد بمفرده أن يحل هذه المشاكل، وأعلم أنكم تعرفون هذا جيدا. علينا جميعا أن نتحرك، خاصة الدول التي تمثل أكبر الاقتصادات في العالم، الدول التي ستبادر للاستثمار في شعوبها وفي مستقبل مبني على الطاقات النظيفة، ستظفر بأفضل الوظائف في المستقبل وستجعل من اقتصادها أكثر صموداً وأكثر تنافسية. فلننطلق إذن في هذا السباق. أمضي جزءاً كبيراً من الوقت للتركيز على ما يهدد أمن ومصالح أمريكا، مثل أنشطة روسيا والصين العدائية وانتشار كوفيد-19 والتحديات التي تواجه الدول الديمقراطية. لكن تهديداً على نفس القدر من الخطورة للأمريكيين، وهو تهديد وجودي على المدى البعيد، يمكن رؤية آثاره هنا في خليج تشيسابيك، حيث بدأت تظهر آثار التغير المناخي. نحن في وضع سيء للغاية، لكن كثيرين يرفضون الإقرار بذلك. لهذا السبب ينبغي أن نحافظ على هدف اتفاق باريس للمناخ بالإبقاء على مستوى ارتفاع الحرارة في 1.5 درجة، وعلينا أن نقوم باستثمارات كبيرة من أجل التأقلم مع التغير المناخي الحاصل. وبالطبع علينا أيضاً أن نضع في اعتبارنا العدالة البيئية من أجل حماية الفقراء والفئات الهشة. ديفيد، تقول إن يعني أن الأمر تحت السيطرة، ولكن وزير الخارجية أنتوني بلينكين يقول إن الخسائر الناجمة عن الأعاصير والمشاكل المناخية في العام 2020 بلغت حوالي 100 مليار دولار أمريكي، وأن الأمر بحاجة إلى معالجة، وهذا العقد هو مصيري بالنسبة لهذه المعالجة. ألا ترى أن في ذلك شيء من الواقعية؟ بالتأكيد الأعاصير البرية والبحرية هي كوارث طبيعية وتسبب أضرارا، ولكن لا يوجد اتجاه. البعض ينظر على الاتجاهات الاقتصادية، والبعض ينظر على الأضرار في أمريكا بالمقارنة مع أضرار أخرى. الناس ينظرون على كل حدث جوي على أنه تهديد وجودي. هذا غير صحيح. التوجهات غير موجودة، أنا لم أصطنعها، هذا طاقم حكومي وأيضا إدارة المحيطات والأنواء هي التي تحدثت عن هذا، وهي عملت مع إدارات كثيرة. نعم، هذا هناك زيادة في درجة الحرارة، ولكن هذا ليس تهديدا وجوديا. سارة، يعني لا نريد الدخول في مسألة التهديد، ولكن يعني المتابع في العالم العربي يتساءل كيف أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين يؤكد أن الإدارة ستضع أزمة المناخ في صميم سياستها الخارجية وأمنها القومي، في المقابل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب يعني أعطت هذا الموضوع اهتماما قليلا ولم تعره الاهتمام يعني الكبير. أين يمكن الموازنة بين هذين الأمرين؟
سؤال جيد. للأسف إن توجهت إلى أوروبا أو الشرق الأوسط ليس فقط فيما يتعلق بالسياسات المناخية ولكن بتقريبا كل سياسات إدارة الرئيس بايدن ترى اختلافا كبيرا مقارنة بسياسات الإدارة السابقة وتناقضا بين السياسات من منظور أوروبا أو الشرق الأوسط كما قلت. كما أشار أيضا التقرير ما قاله وزير الخارجية عن أهمية الغاز الطبيعي الذي سيحل محل الفحم والنفط من جهة، وإدارة الرئيس بايدن من جهة أخرى تضغط على أوروبا فيما يتعلق بأنابيب الغاز التي تأتي من روسيا إلى ألمانيا. فهناك عدم وضوح بالنسبة للعالم فيما يتعلق بتماسك السياسات الأمريكية بين الإدارات. التوقيت لو سمحتما. ديفيد، هل لديك تعليق على ذلك؟ وبالتالي يعني كيف يتحول هذا الأمر من إدارة إلى إدارة، من يعني ثانوي وهامشي إلى مسألة تهدد الوجود؟ نعود إلى إدارة أوباما. لم يكن هناك دعم من الحزبين لدعم ما يريده الرئيس، كان هناك أوامر رئاسية وهذه محدودة فيما يمكنها عمله وأيضا مدتها. الرئيس الجديد قد يقوم بأشياء مخالفة للرئيس السابق، هذا ما فعله الرئيس ترامب والرئيس بايدن الآن. كان هناك تغير في آخر 5 سنوات سنرى. أنا أيضا أريد أن أشير إلى أن درجة ونصف هي رقم عشوائي، وأول اتفاق للمناخ كان يتحدث عن زيادة بكسور من 100. طيب، مواقف أعضاء الكونغرس الأمريكي من التغير المناخي. من الممكن الوصول إلى حلول وسطى في السياسة، أعلم هذا لأنني قمت بذلك، لكن لا يمكننا تقديم تنازلات عندما يتعلق الأمر بالأخلاق والعلم. إما أن تقوم السياسات بخطوات لإنقاذ الكوكب أو لا تقوم بذلك. لا يمكننا تقديم تنازلات في العدالة. السياسات هي إما منصفة وإما أنها ليست كذلك. لا يمكننا تقديم تنازلات عندما يتعلق الأمر بمصير كوكبنا والحضارة الإنسانية. المناخ يتغير وعلينا أن نتخذ الخطوات لمعالجة ذلك، لكن الجواب ليس في اتفاق باريس، إنه اتفاق يعاقب بصورة خاصة العمال والشركات الأمريكية. إنه اتفاق لم يعرض أبدا على الكونغرس من أجل التشاور وتقديم إضافات عليه. إنه اتفاق يسمح للصين، أكبر بلد منتج للانبعاثات الحرارية، بأن يواصل رفع نسبة الانبعاثات التي ينتجها إلى غاية 2030. لفترة طويلة أعاق مسيرتنا نحو مستقبل مستدام الانقسام بشأن فكرة مغلوطة، وهي أنه علينا أن نختار بين مستقبل كوكبنا واقتصادنا. لذلك قررنا أن نتحد من خلال تشريع لا يقوم فقط برفض هذه الفكرة، ولكنه يقدم كذلك خطة لخلق 20 مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة لإعادة بناء بنيتنا التحتية ومشاريع السكن العمومي وتوسيع شبكة النقل. لطالما اتهم الديمقراطيون الجمهوريين بأنهم غير مهتمين بمواجهة تغير المناخ. هذا غير صحيح. أعضاء حزبنا يعملون منذ سنوات لتطوير تشريعات للحد من الانبعاثات الحرارية من خلال تطوير تكنولوجيا نقية غير مكلفة وقابلة للتصدير. على عكس خطط الديمقراطيين، خططنا لا تقضي على وظائف الأمريكيين أو تجعل الطاقة مكلفة أكثر من خلال زيادة الضرائب والضوابط القانونية. سارة، الإدارة الأمريكية تقول إنه من المتوقع أن يصل سوق الطاقة المتجددة العالمي إلى 2.15 تريليون دولار بحلول عام 2025، وأمريكا بالطبع ستستفيد من صناعاتها في هذا المجال. وشركة البحوث أو شركاء البحوث الاقتصادية الوطنية يقولون
أن تطبيق اتفاق باريس والقيود على الطاقة ستكلف أمريكا 2.7 مليون وظيفة حتى العام 2025 وتدمير 2.5 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي حتى العام 2035. هل يمكن أن تغطي الطاقة البديلة خسارة قطاع الطاقة التقليدية برأيك؟ للأسف لا. يمكننا أن نقول ونؤكد ذلك وأن نشجع الصناعات على خلق اقتصاد جديد، ولكن قطاع النفط في أمريكا أساسي للطاقة في أمريكا وكذلك للحكومة وللوظائف، وسيتأذى كثيرا لو اعتمدنا الراديكالية في الانتقال من الطاقة الأحفورية إلى طاقة جديدة. يمكننا طبعا أن ندفع للجميع نحو اقتصاد مختلف، ولكن ستكون التكلفة كما قلت عالية جدا. ديفيد، أنا أتفق أنه ستكون هناك تكلفة كبيرة. لو عدنا 12 عاما لبداية إدارة أوباما، ربما كانت هناك نفس الوعود، خلق ملايين من الوظائف الخضراء ومصادر طاقة متجددة ورخيصة. ما فعلوه لم يوفروا هذه الوظائف. في الواقع برنامج الوظائف كان سيئا إلى درجة نزع التمويل عن التقرير الخاص بهذه الوظائف. أيضا كانت هناك مشاريع مشكوك فيها. الطريقة إلى الأمام هي السماح للرواد بالتفاعل مع المستهلكين لتطوير تكنولوجيا فعالة، ورأينا هذا في الولايات المتحدة. طيب سارة، يعني لنحدد الخلاف حول التغير المناخي، لماذا هذا الخلاف برأيك في أمريكا حول صحته وكيفية مواجهته وتحوله إلى قضية سياسية بين جمهوريين وديمقراطيين، وهذا ما نشهده على مستوى الإعلام والمجتمع والكونغرس والإدارة يعني بشكل عام؟ في الواقع ليس هناك من اختلافات شاسعة بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس فيما يتعلق بالاعتراف بضرورة اعتماد سياسة تواجه التغيرات المناخية. الفرق الأساسي هو بالسياسة بحد ذاتها، أكانت راديكالية أو كانت معتدلة. ما أعلن عنه الرئيس بايدن لا يمكننا أن نقبل به أو أن يكون ملائما للاستهلاك العالمي والاقتصاد الأمريكي. أن نأتي بالطاقة النظيفة أو المتجددة لتحل محل الطاقة التقليدية تعني رفع أسعار الطاقة للمستفيدين في أمريكا والمستهلكين في أمريكا وفي العالم، وهو أمر غير منطقي وليس في المتناول. هو أمر أساسي بالنسبة للمستهلكين، لذلك يجدر أن نركز على تكلفة الطاقة مع هذه السياسات. ديفيد، أنا أتفق إلى حد ما، سيكون مكلفا والديمقراطيون يتجاهلون ذلك. يعتقدون أن بالإمكان التخلص من مصادر طاقة وأن يكون هذا إيجابيا. لا، سيكون سلبيا. لو نظرت على العالم لرأيت البلدان التي تحولت إلى الطاقة المتجددة، مثلا في ألمانيا أعلى سعر للكهرباء في العالم. أيضا لو تحركنا بصورة أسرع مما ينبغي فستكون هناك تكلفة عالية وأيضا محاسبة. نعم، نرى هذه أو رأينا هذه القصة من قبل، وهناك يمكن أن يكون لدينا شيء لا يكلف كثيرا. عاصمة القرار، ينضم إلينا من لاهاي عبر سكايب نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية ورئيس تحرير مجلة البيئة والتنمية. أهلا بك أستاذ نجيب. كيف تقيم قمة المناخ التي عقدتها الإدارة الأمريكية وشارك فيها حوالي 40 رئيس دولة في العالم لمواجهة التغير المناخي؟
هذه القمة مع أنها كانت قمة مصغرة أعتبرها أهم اجتماع مناخي حتى اليوم. بالفعل الاجتماعات الكبرى التي كانت تعقد في السنوات 26 السابقة، السنة هذه عندنا القمة المناخية 26، كانت كبيرة جدا، لم تسمح بالفعل بالمناقشات العميقة. قمة واشنطن سمحت بمناقشات جدية بين صانعي قرار الحقيقيين. وأنا أعطيك مثلا، حين انسحب الرئيس ترامب من اتفاقية باريس لم يمشي معه في العالم إلا زعماء قلة مثل بولسونارو في البرازيل. حين عقد الرئيس بايدن هذه القمة خلقت ضجة عالمية، كان هناك تأييد كبير، والآن زعماء العالم يتنافسون من يعمل أكثر من أجل التحكم بتغير المناخ. فإذا هذه القمة كانت لها نتيجة كبيرة، وفي العالم العربي بالتحديد رأينا أن الدول العربية بعد الرسالة الواضحة من الولايات المتحدة تتسابق من يفعل أكثر من أجل التعامل مع تغير المناخ. سنتحدث عن دول عربية، ولكن برأيك هل أن التغير المناخي يشكل فعلا تهديدا وجوديا إذا لم يعالج خلال السنوات المقبلة حتى العام 2030؟ شوف، بدي أقول لك شيء. أنا اشتغلت مع دكتور مصطفى كمال طلبة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأذكر أول خطاب ساعدت في تحضيره للدكتور طلبة عن تغير المناخ كان عام 1988. من ذلك الوقت كنا نعرف علميا أن المناخ يتغير وأن النتائج خطيرة. بالفعل هذا لم يعد موضوع نقاش اليوم. إذا ناقشنا اليوم إذا كان المناخ يتغير أو لا، وإذا كانت النتائج خطيرة أم لا، كأننا نتناقش اليوم إذا كان التدخين يضر أو لا. ولنتذكر أنه حتى قبل 20 سنة كان هناك علماء في العالم وظفتهم شركات التبغ يقولون أن لا إثبات أن التدخين يضر بالصحة. ولكن ما قاله الخبيران معك اليوم صحيح. أنا لست مع تغيير جذري فوري، هناك صناعات تحتاج بعض الوقت للتغيير، ولكن رسالة الرئيس بايدن كانت واضحة، لا يمكن أن ننتظر إلى ما لا نهاية. علينا أن نبدأ بتغيير كبير. طيب كيف تنظر أستاذ نجيب إلى الخلاف في أمريكا وربما في العالم حول تفسير التغير المناخي؟ هناك من يعتقد فعلا أن هناك تغييرا مناخيا، والبعض يقول أن هذه المسألة يعني خرافة، وأن المناخ يعني شيء يتكرر كل 100 سنة أو كل يعني 10 سنوات أو ما إلى ذلك. كما قلت لك، الذين يقولون هذا هم قلة، وهم مثل الذين كانوا يقولون قبل 10 سنوات أن التدخين لا يضر. نعم. هؤلاء لم يعودوا موجودين الآن. فإذا ليس هناك خلاف، بالفعل الخبراء الذين معك لا يقولون أن المناخ إنه يتغير ويتغير بسرعة. ولكن يعني سيد ديفيد، حد من يعني عواقب هذا التغير؟ على كل يعني سنتابع النقاش معه بعد الفاصل ومع ضيفتنا أيضا سارة. برأيك ما هي انعكاسات التغير المناخي على الشرق الأوسط في العقود المقبلة؟ وهل تتوقع وقوع نزاعات بسبب التصحر وشح المياه والتغيرات المناخية؟ وهل ما يجري اليوم بين مصر والسودان وأثيوبيا هو أحد هذه النماذج؟ المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم تأثراً بتغير المناخ. ليس علينا أن ننتظر، بدأنا نرى النتائج الآن. أعطي مثلين. المثل الأول الشواطئ، البحار العربية. العالم العربي 20,000 كيلومتر منه يقع على شواطئ، 20,000 كيلومتر من المناطق المأهولة. المناطق التي تقع على شواطئ في العالم العربي هي أكثر من 32,000 كيلومتر.
فإذا هو من أكثر المناطق المهددة لأن لا احتياطات بسبب ارتفاع المياه تقصد؟ بسبب ارتفاع المياه، بعض المناطق منخفضة جدا في العالم العربي. طيب هل يمكن أن تتحول مناطق صحراوية إلى مناطق خضراء والعكس كذلك؟ هذا غير وارد في المنطقة العربية. المناطق الصحراوية ستزداد صحراوية، الحرارة سترتفع أكثر، فإذا غير مشكلة ارتفاع البحار في العالم العربي. ولكن نرى ثلوجا في بعض الدول الخليجية، هذا كان يحصل دائما. هذه تغيرات في الطقس وليس في المناخ. المشكلة الكبرى الثانية في العالم العربي هي الجفاف بسبب ارتفاع درجة الحرارة أكثر مما هي الآن. الجفاف الذي سينعكس على إمدادات المياه العذبة، وهي مشكلة كبيرة جدا. وأنا أقول ليس علينا أن ننتظر سنوات. الآن مصر وإثيوبيا على شفير حرب بسبب المياه، ونحن لا نتحدث بعد عن الأثار الكبرى لتغير المناخ. هل تتوقع يعني نزاعات أخرى غير هذا النزاع في المنطقة؟ من دون شك. تركيا، من دون شك، وقد عراق، سوريا، من دون شك، من دون شك. إذا لم نهتم جديا بهذا الموضوع ستقع نزاعات أخرى. علينا أن نرى ما حدث في سوريا. في سوريا سنة 2011 الذين شاركوا في الانتفاضة وأسبابها الأساسية كانت الثورة على الظلم الاجتماعي. الناس كانت تطالب بحقوقها، ولكن حين بدأت الثورة شارك فيها مئات الآلاف والملايين من الذين نزحوا من المناطق الريفية. بعد سنتين من الجفاف في المناطق الزراعية السورية نزحوا إلى المدن. هؤلاء النازحين إلى المدن هم كانوا الوقود الأساسي لبداية الثورة في سوريا. فإذا عندنا نموذج واضح. يعني هل نزحوا بسبب التغير المناخي تقصد؟ من دون شك، لأن التغير المناخي أثر خلال أكثر من سنتين، دمر المواسم الزراعية، لم يعد لهم مصدر دخل في المناطق الريفية، نزحوا إلى المدن. حين بدأت الثورة لم تبدأ بسببهم، ولكن حين بدأت الثورة كانوا هم الوقود الأساسي لها، لأن كان لهم مطالب فورية. ولكن سوريا اليوم أصبحت نصفها لاجئ في الخارج ونصفها نازح في الداخل. بدي أقول لك شغلة. نحن أنا اليوم موجود في أوروبا، في هولندا، أقابل عشرات النازحين على الطريق كل يوم، اللاجئين. ما نراه اليوم من لاجئين هو مقدمة صغيرة جدا حين يبدأ اللجوء البيئي. لأنه حين يصبح الناس في المناطق المتضررة جدا بلا غذاء وبلا ماء، سيلجؤون. هل يمكن تسمية دول معينة؟ يمكن يعني أن تشهد مثل هذا النزوح بسبب التغير المناخي؟ يعني بدي أقول لك شغلي، من أكثر المناطق المهددة أوروبا، لأن أوروبا هي على الضفة المقابلة للبحر المتوسط. ما نشهده اليوم سيزداد كثيرا، لأن النازحين يأتون من إفريقيا إلى الشواطئ المتوسط، ليبيا، المغرب، تركيا. فالمشكلة كبرى، لذا معالجتها. والرئيس بايدن يعني عرف بالفعل ما هي المشكلة أساسا. إذا لم نعالجها سنتحمل مشكلتها في جميع أنحاء العالم. أخيرا يعني وباختصار أستاذ نجيب، يعني تخصيص مساهمات مالية دولية بقيمة 100 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول النامية على العمل على تخفيض الانبعاثات الحرارية، هل يمكن أن تساهم؟ وكيف يمكن تفادي الكوارث البيئية أو عفوا الكوارث المناخية؟ هذه المساهمة ضرورية جدا، ولكنها جزء يسير. ولهذا رأينا في قمة واشنطن أنها ضمت عددا كبيرا من قطاع الأعمال. صح. هناك حاجة كبيرة لوضع تشريعات تشجع رجال الأعمال على الاستثمار في نشاطات صناعية وفي نشاطات أبحاث
ولكن في النتيجة في نشاطات صناعية وإنمائية تصب في اتجاه الحد من التغير المناخي. فإذا 100 مليار هي قيمة ضئيلة جدا، فلنقارنها سنوية. مثلا سنويا، لأنه فلنقارنها بالتريليونات التي خصصت الآن لمعالجة تداعيات كورونا. تغير المناخ أخطر كثيرا من كورونا. كورونا سينتهي في سنة في سنتين، تغير المناخ سيعيش معنا لعقود طويلة. طيب. فإذا 100 مليار مهمة، ولكن ستدعم بآلاف المليارات بالتريليونات من القطاع استثمارات الخاص. القطاع الخاص. واضح. أستاذ نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية ورئيس تحرير مجلة البيئة والتنمية من لاهاي، شكرا جزيلا لك. ديفيد، ما رأيك بما تفضل به الأستاذ نجيب ومن بعدك سارة؟ لقد قال الكثير. أولا، الناس الجادون لا يتحدثون عن التهديد الوجودي. لو اتهم أناس مثلي بأنهم مثل شركات التبغ فهذا شيء سخيف. أنا استمديت البيانات. لم يتهمك، يعني لم يتهمك بهذا الاتهام. أنا سعيد، ولكنه أوحى بذلك. هذه المنظمات لم تقل أي شيء عن التبغ. أيضا هو تحدث عن الجفاف في سوريا. سيكون هناك جفاف بغض النظر عن الانبعاث الكربوني. أيضا فيضانات في تركيا. لا يمكن أن تلوم هذا على التغير المناخي. طيب سارة، أنا أتفق مع ضيفك بإيجاز ما قاله، هو أن التغير المناخي يشكل تهديداً ولا بد من مواجهته. ولكن مجدداً، أنا لا أدعم السياسات المتهورة والراديكالية. علينا أن نتأكد أن كل خطوة ليست مكلفة وفي الوقت ذاته تكون ناجعة. لو رأينا ما حصل مثلا في تكساس، رأينا أننا لم نصل إلى مستوى الطاقة المتجددة الكافية لنتخلى عن الطاقة التقليدية. بعض الدول الأوروبية يمكنها ذلك، ولكن الوضع في أمريكا مختلف. كذلك الاقتصاد يجدر أن نأخذه بعين الاعتبار. نعم. لكل دولة يجدر أن يكون الاقتصاد قادرا على تحمل هذه الخطوات، وبالتالي ما يهمني هو نوعية السياسات وتطبيقها. رأي الصحافة الأمريكية بالقمة المناخية وتغير المناخ. ليزا فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز: في ظل مسعى بايدن للريادة بشأن المناخ، يظل السؤال، هل تثق الدول في وعود أمريكا؟ تجادل الكاتبة أن رغبة بايدن استعادة ريادة أمريكا على المستوى الدولي بما فيها قيادة جهود مواجهة تغير المناخ تصطدم بإرث الرئيس ترامب وسياسته الانعزالية وهجومه على حلفاء واشنطن وانسحابه من المنظمات والاتفاقات الدولية بما فيها اتفاق باريس بشأن المناخ. وترصد الكاتبة حالة من الشك الدولي بخصوص سياسة واشنطن بشأن المناخ منذ ولاية بوش الابن، مع انتقال الإدارة من الجمهوريين إلى الديمقراطيين أو العكس. وتضيف فريدمان أن ما يزيد من حالة الشك هو الانقسام في الكونغرس بخصوص المناخ، وهو ما يعقد مهمة إدارة بايدن في جعل الدول الأخرى تلتزم بخفض انبعاثاتها الحرارية. أشلي نونس في موقع صحيفة USA Today: السيارات الكهربائية ليست هي الجواب على تغير المناخ، على خلاف ما يحاول جو بايدن الترويج له. يعتقد الكاتب بأن ترويج الرئيس بايدن للسيارات الكهربائية في إطار خططه لخلق فرص عمل للأمريكيين ومحاربة تغير المناخ هو محاولة لإحراز نقاط سياسية، لأن الرئيس قدم وعودا انتخابية بانتهاج سياسات خضراء. ويرصد الكاتب ضعف اقتناء السيارات الكهربائية واستعمالها في الولايات المتحدة، مضيفا أن هذه السيارات لا تساهم سوى بنسبة محدودة جدا في مواجهة تغير المناخ،
وبالتالي على خلاف ما يدعو إليه بايدن من خلال تخصيص 174 مليار دولار للاستثمار في السيارات الكهربائية، فإن أمريكا ليست بحاجة إلى ربح سباق تصنيع السيارات الكهربائية والذي تتقدم فيه بكين على واشنطن، بل نحن بحاجة أكثر إلى هواء نظيف ومياه نظيفة ومجتمع صحي. افتتاحية صحيفة لوس أنجلوس تايمز: على بايدن وضع أهداف جريئة لخفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ. تعتبر الصحيفة أن دعم ترامب الكامل للوقود الأحفوري والانسحاب من اتفاق باريس للمناخ حرم أمريكا من 4 سنوات قيمة كان يمكن استغلالها لتغيير مسار الكارثة المناخية التي تلوح في الأفق، داعية الرئيس بايدن إلى وضع أهداف أكثر جرأة من الأهداف المتواضعة لإدارة أوباما بهذا الشأن، وذلك من خلال الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول 2030. وتدعو الصحيفة كذلك إلى التوقف عن دعم الطاقة الأحفورية من خلال الحوافز الضريبية والضغط على دول مثل الصين والهند لوقف دعمها لصناعات الفحم. افتتاحية مجلة ناشونال ريفيو: قمة بايدن غير الجدية بشأن المناخ. تجادل الافتتاحية أن إدارة بايدن باتت تتبنى موقفاً راديكالياً بشأن قضية المناخ التي يسود الانقسام بشأنها داخل أمريكا، وأن بايدن يسعى لاستقطاب التيار اليساري داخل الحزب الديمقراطي ولا يهتم لمواقف الجمهوريين، وتضيف أن بايدن لا يمكنه أن يقود العالم بشأن المناخ قبل أن يكون قائداً في الداخل الأمريكي من خلال بناء توافق بشأن المسألة. وتخلص الافتتاحية إلى أن الخلاف في الداخل الأمريكي والخلاف بين أمريكا وحلفائها في اليابان وأوروبا بشأن المناخ يصب في مصلحة الصين التي تسعى لأن تحل محل أمريكا كأول قوة في العالم. سارة، برأيك هل سيصبح موضوع الطاقة المتجددة أحد أبرز أوجه المنافسة مع الصين التي تتصدر العالم في إنتاج معدات الطاقة البديلة، وهل أن أمريكا قادرة على المنافسة مع الصين في هذا المجال؟ سؤال جيد جدا، ولكن قبل الإجابة لابد أن أقول إن الصين مؤخرا أعادت النظر بخطتها الأمنية المتعلقة بالسياسة المناخية، وسيكون هناك أيضا تركيز على الفحم، بمعنى أن السياسة المتعلقة بالطاقة أهم من السياسة المتعلقة بالتغير المناخي. علينا أن نعرف أن التكنولوجيا الجديدة وبعض الطاقة المتجددة تستعمل بعض الآلات وبعض التجهيزات التي ليست بالضرورة نظيفة، وأحيانا حتى التجهيزات تستعمل الطاقة التقليدية، فعلينا أن نركز أيضا على هذه النقاط. مثلا التوربينات التي نحتاج إليها للطاقة الهوائية تستعين بالنفط أيضا أو ببعض الطاقة التقليدية. ديفيد، أعتقد أن بإمكاننا أن ننظر على الموضوع بكامله. بعض السياسات المقترحة بشأن المناخ لها تأثير، ولكن لو نظرت على تأثير درجة الحرارة نتحدث عن المنافسة مع الصين ديفيد، يعني فيما يتعلق بإنتاج معدات الطاقة البديلة، هل يمكن أن تنافس أمريكا الصين في ذلك؟ وبالتالي هل يتحول يعني من ضمن إطار المنافسة الأمريكية الصينية موضوع المناخ والطاقة البديلة إلى أبرز المواضيع؟ نحن لا نتحدث عن المناخ، المنافسة مع الصين ليسها علاقة بالمناخ. النقطة هي نعم هناك سيارات كهربائية تستخدم مصادر طاقة مختلفة، وهناك استثمارات كبيرة في قطاع السيارات الكهربائية، هناك استثمارات. تسلا هي واحدة من أكبر الشركات قيمة، الصين فيها استثمارات كبيرة مثل تسلا، نعم القيمة ارتفعت كثيرا. طيب سارة، نعود إلى نقطة أخرى، هل للتغير المناخي خلفيات اقتصادية وبنيوية
برأيك في المجتمع الأمريكي والمجتمعات الأخرى؟ وكيف تقرأين موقف وزير الخارجية الأمريكية عندما يقول إن معالجة تغير المناخ توفر واحدة من أقوى الأدوات لدينا لمحاربة عدم المساواة والعنصرية الممنهجة؟ عليك أن تطرح عليهم السؤال، ليس لدي جوابا أنا شخصيا، ولكن ربما بدون شك التركيز على الطاقة الجديدة يخلق اقتصادا جديدا، وذلك سيفتح المجال لبعض الفرص من دون شك. من جهة أخرى، في بعض الولايات الأمريكية الطاقة التقليدية هي أساسية لعائدات هذه الولايات، مما سيؤدي إلى مشاكل كبيرة في هذه الولايات تحديدا، الولايات التي ترتكز فيها الوظائف على الطاقة الأحفورية، على النفط، على الغاز أو غيره. هذه الولايات ستخسر الكثير من فرص العمل وستزداد ديونها وستخسر فرصا اقتصادية. أما سؤالك فلست أدري. ديفيد، هذا جواب بسيط. هم يحاولون إظهار كل شيء من ناحية المساواة، ولكن من ناحية السعر الضرر يلحق بالفقراء أكثر من غيرهم. هناك ضرائب على الطاقة، أنت أو سياسات الطاقة لها تأثير، وبعد سنوات وربما قرون سيكون هناك تأثير، ولكن العالم سيكون أغنى بعشر أو خمسة عشر ضعفا. هناك إمكانية مساعدة الناس الأغنياء بعد قرن، هذه ليست مساواة. أهلا بكم من جديد إلى عاصمة القرار، رأي الخبراء والمحللين الأمريكيين عبر تويتر. مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السابق: في كل قراراتنا وضعنا في الحسبان أمريكا أولا. يبدو أن شعار إدارة بايدن هو التغير المناخي أولا، ليس هذا ما يريده أو يحتاجه الأمريكيون. آل غور نائب الرئيس الأمريكي سابقا: إنه أسبوع كبير للجهود من أجل المناخ، بينما تضع الولايات المتحدة آخر اللمسات على ما ستلتزم به لخفض الانبعاثات، على الزعماء الآخرين أن يبادروا أيضا بدورهم. أتمنى أن يلتزم جاستن ترودو وكندا بخفض الانبعاثات بنسبة 50% على الأقل بحلول 2030. وحدها الخطوات الجريئة كفيلة بجعلنا نعالج أزمة المناخ. اللجنة الوطنية الجمهورية: في الوقت الذي يعقد فيه بايدن قمة للمناخ مع الصين وروسيا، من المهم التذكير أنه من المتوقع أن يفقد ملايين العمال مصادر عيشهم إذا ما تم تنفيذ أجندة بايدن المعادية لقطاع الطاقة الأمريكي. ديفيد روثكوف كاتب في فورين بوليسي: هذه الإدارة ملتزمة أكثر من أي إدارة أخرى عبر التاريخ في مواجهة أزمة المناخ، التهديد الأول للعالم. إنه انقلاب مدهش، لأن الإدارة السابقة كانت متحالفة مع الأزمة وكانت تساهم في كارثة على مستوى الكوكب. ديفيد، تحدثنا مع ضيفنا قبل قليل من لاهاي عن الصراعات الممكنة في الشرق الأوسط بسبب التغير المناخي. هل تتوقع يعني مثل ما توقع انعكاسات لهذا التغير على أوروبا، على سوريا، على دول أخرى، وماذا تتوقع تحديدا بالنسبة للشرق الأوسط؟ الشرق الأوسط لن تساعده سياسات تخنق استعمال الغاز الطبيعي أو النفط. هناك فكرة أن المناخ هو أكبر تهديد، لا، الفقر هو أكبر تهديد. لو نظرت على النزاعات، هي مدفوعة بالفرق في المداخيل أكثر من ارتفاع درجة حرارة الأرض درجة أو اثنتين. هناك ستكون نزاعات أكثر من خلال عدم التسريع في التنمية. لو أردنا أن نخفض النزاعات، يجب أن يكون هناك غنى أكثر، وسياسات المقترحة تجعل الناس أكثر فقرا ولا تؤثر على التغير في درجة الحرارة.
أيضا لو سألت الخبراء سيقولون لن يحدث شيء إلا إذا جعلنا الدول الفقيرة تخفض من الانبعاث، هي غير مطلوب منها ذلك. الصراعات في الشرق الأوسط، نعم، فيما يتعلق بنزاعات الشرق الأوسط أعتقد أن المسألة الأساسية ستكون المياه في العقد المقبل، وهو أمر مهم. أنا مقتنعة أن المناخ يؤثر من دون شك على أوضاع الدول وسيؤدي إلى خلق صراعات كما قال ضيفك. من المهم أيضا بالتالي أن نختار السياسات الملائمة. نحتاج إلى تكنولوجيا لا تزيد من الفقر ولا تكون كلفتها كبيرة على المستهلكين، ونريد أن نتأكد أن كل دولة لديها استراتيجية واضحة للطاقة قادرة على الاستدامة. هذا هو الأساس. طرحنا على صفحتي الحرة وعاصمة القرار على فيسبوك وتويتر السؤال التالي: هل تعتقد أن التغير المناخي يشكل تهديداً وجودياً ويجب معالجته بشكل سريع؟ وجاءت الإجابات على فيسبوك على الشكل التالي: 77% أجابوا نعم و23% أجابوا لا. أما الإجابات على تويتر فكانت على الشكل التالي: 70% أجابوا نعم و30% أجابوا لا. ومن أبرز التعليقات التي وردتنا، كتب ناصر: كل إنسان عاقل يدرك ضرورة الاهتمام البالغ بالتغير المناخي، إنها قضية وجود أو فناء. كما كتب حساب الحياة حلوة: لا طبعا، التغير المناخي هو دورة حياة الأرض، هل يمكن أن تشرح لي كيف حدث الذوبان العظيم عندما كانت الأرض قطعة من الجليد؟ هل كان الإنسان موجودا؟ هل كانت المصانع موجودة؟ هل كان بسبب ثاني أكسيد الكربون؟ التغير المناخي كذبة من اليسار الذي يحاول السيطرة على العالم بشتى الطرق. وكتب لاجور: التغير المناخي أصبح يمر بشكل غير اعتيادي، الشيء الذي يدعو للقلق. أبسط دليل هو المساحات الخضراء التي أصبحت تبدو صغيرة مقارنة بالأعوام السالفة. سارة، ما رأيك بما قاله أحد المعلقين بأن التغير المناخي كذبة من اليسار الذي يحاول السيطرة على العالم بشتى الطرق، وهذه نظرية يعني يقابلها نظريات أخرى أيضا؟ إن درسنا تاريخ الاقتصاديات من الواضح أنه عندما ندفع بسياسات ترتكز على قصة أو على مقولة محددة، هذه المقولة غالبا ما تتحقق. عندما نتكلم عن الأسواق، عندما نتكلم عن المصالح، عندما نتكلم عن اللوبيات التي تضع سياسات لمصلحتها. بالعودة إلى الأزمة بحد ذاته، التغير المناخي هو مشكلة ويجدر أن نواجه هذه المشكلة، ولكن أيضا الأساس كما سبق وقلت أكثر من مرة، الأساس هو كيف نواجه هذه المشكلة. بعض سياسات الرئيس بايدن راديكالية يجدر أن تكون أكثر واقعية، هذا هو بالنسبة إلي الأساس، أن تكون سياسات واقعية لأمريكا وللعالم، وهو أمر إيجابي على أي حال أن نتحرك على المستوى المناخ. ديفيد، ما رأيك؟ يعني هل التغير المناخي كذبة من اليسار الذي يحاول السيطرة على العالم كما يقول أحد المعلقين؟ لا أعتقد أن هناك مؤامرة، أعتقد أن هناك الكثير من الانتهازيين الذين يستغلون الأزمة، وهم يستخدمون هذه الكلمة مرارا وتكرارا، كلمة أزمة. والأرقام التي قدمتها هي من مصالح حكومية، لا يوجد أي اتجاهات في موضوع الفيضان. أحد المعلقين قال أن المنطقة الخضراء تتقلص، بالعكس كان هناك زيادة في درجة الحرارة وثاني أكسيد الكربون، مما أدى إلى إخضرار أكبر للأرض.
الدراسات أثبتت أن الزيادة في ثاني أكسيد الكربون يسبب الإخضرار وليس التصحر. أي تعليق أخير سارة؟ فقط لإيجاز ما أردت أن أقوله أنا هو أن الأساس هو ننظر من منظور المستهلك وأن ننظر على الخطة من ناحية شاملة. تغير في مجال الطاقة يجدر أن يكون في متناول كل الدول. سارة فخشوري خبيرة في شؤون الطاقة الدولية من واشنطن، شكرا لك. وشكرا لك ديفيد كروتزر خبير اقتصادي وبيئي من العاصمة الأمريكية. إلى هنا تنتهي عاصمة القرار لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، تحية طيبة مني ومن فريق العمل، وإلى اللقاء.